بسم الله، النهاردة إن شاء الله هنشرح الباست كونتينيوس الماضي المستمر. لكن قبل ما نبدأ هفكركم تاني إن الأزمنة تنقسم إلى باست ماضي، بريزنت مضارع أو حاضر، فيوتشر مستقبل. وفي البداية أفكركم الأربع حاجات اللي المفروض أعرفها عن كل زمن. بيتكون من إيه؟ بيدل على إيه؟ الكلمات الدالة عليه، النفي والسؤال. فنبدأ الماضي المستمر. أول حاجة بيتكون من إيه؟ الباست كونتينيوس أو الماضي المستمر بيتكون من was أو were بلس زائد الفيرب الفعل بلس زائد ing. طيب هاخد was ولا were؟ was معاها ضماير وwhere بيجي معاها ضماير. ال I وال he وال she وال it تاخد was، وال you وال they وال we تاخد were. وفي البعض بيقول ايه؟ ان ووز بتيجي مع المفرد ووير مع الجمع. طبعا الكلام ده مش صح. ليه؟ لان مثلا يو بتيجي مع وير، ما هي يو دي معناها ايه؟ انت او انتم، يعني مفرد وجمع، وهي جايه مع ايه؟ مع وير. فهو الصح ما اقولش بقى ووز للمفرد ووير مع الجمع، لا، اقول الاي والهي والشي والات تاخد ووز، واليو والذي والوي بتاخد وير. يبقى كده عرفنا تكوين الباست كونتينوس بيتكون من ووز او وير زائد الفعل زائد ing. في قاعدتين مكملتين لما اجي اضيف للفعل ing. اول قاعده بتقول اذا الفعل انتهى بحرف الاي قبل ما اضيف الاي ان جي لازم احذف الاي، زي مثلا الفعل رايد يركب هتبقى رايدنج بحذف الاي. تاني مثال عندي بيك يخبز، قبل ما اضيف الاي ان جي هحذف الاي تبقى بيكينج. تاني قاعده مكمله، إذا الحرف اللي قبل الأخير في الفعل حرف متحرك قبل ما أضيف الأي إن جي هضاعف الحرف الأخير. إزاي؟ أول مثال عندي سويم. سويم الحرف اللي قبل الأخير أي حرف متحرك فاول، يبقى لازم قبل ما أضيف الأي إن جي أضاعف الحرف الأخير هتبقى سويمينج. تاني مثال عندي ست. ست هنا عندي الحرف اللي قبل الأخير أي، الأي حرف متحرك، يبقى قبل ما اضيف الاي ان جي هضاعف الحرف الاخير هتبقى سيتنج. تاني حاجه عايز اعرفها عن الباست كونتينوس بيدل على ايه او بستخدمه امتى؟ الماضي المستمر بستخدمه للتعبير عن حدث كان مستمر في الماضي في فتره معينه. يعني مثلا واحد مثلا كان في النادي بيلعب مثلا سباحه، قعد ساعتين بيسبح، فلما يجي يعبر عن الحدث ده يقول ايه؟ I was swimming، انا كنت اسبح، لان قعد فتره معينه في الماضي. واحد مثلا تاني كان بيشاهد مثلا ايه؟ فيلم، يقول I was watching a movie، انا كنت اشاهد فيلم، لان الفيلم مثلا هياخد مثلا ايه؟ فتره معينه في الماضي ساعتين ثلاثه كده في الحدود ديت. تاني حاجه بيعبر عنها الباست كونتينوس هو التعبير عن حدث كان مستمر في الماضي عندما قطعه حدث اخر. مثال عشان نفهم الاستخدام دوت، مثلا معظم الطلبه الان بتمسك الموبايل علشان ايه؟ تعمل تشات او تتصفح الانترنت. هقول he was surfing the internet when his father came، يعني هو كان بيتصفح الانترنت لما والده حضر. هو قاعد اتصفح ومندمج ومركز، مره واحده والده جه فانتبه كده فقطع الحدث. فده اول مثال. تاني مثال they were talking when someone knocked on the door، هم كانوا بيتكلموا وبعدين في واحد طرق على الباب، لما طرق على الباب كلهم انتبهوا كده الحدث ايه؟ انقطع. تالت حاجة عايزين نعرفها هي الكلمات الدالة على الباست كونتينوس او اكتر كلمات بتيجي مع الماضي المستمر. في كلمتين مشهورين قوي مع الماضي المستمر وهما while when. طيب نستخدمهم كده في مثال عشان نفهمهم. while they were talking someone knocked on the door، بينما كانوا يتحدثون شخص طرق على الباب. هنا بعد while جبنا باست كونتينوس ماضي مستمر. لكن الجملة الأخيرة ماضي بسيط باست سيمبل اللي هو التصريف الثاني للفعل. يبقى معنى كده إن وايل لما بتيجي ما بيجيش معاها زمن واحد، بيجي معاها زمنين. الزمن اللي بعد وايل على طول ماضي مستمر ووز أو وير زائد الفعل زائد أي إن جي، والجملة الثانية ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل. طيب وين بقى لما نيجي نستخدمها عكس وايل؟ يعني إيه؟ يعني وايل بيجي بعدها ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط؟ لا، وين بيجي بعدها الماضي البسيط الأول وبعدين الماضي المستمر. يعني لما أجي استخدم وين مكان وايل هعكس الجمله، بدل ما ابدا بالجمله الاولى ابدا بالجمله الثانيه. تعال نشوف كده. When someone knocked on the door they were talking، عندما شخص طرق على الباب هم كانوا يتحدثون.
هنا بقى ايه؟ وين جه بعدها الماضي البسيط الاول التصريف الثاني، وبعدين جه الجمله الثانيه الماضي المستمر اللي هو ووز او وير زائد الفعل زائد اي ان جي. يبقى دول الكلمتين المشهورين اللي بيجوا دايما مع الباست كونتينوس، ودي القاعده الاساسيه بتاعت وايل ووين، لكن هما ليهم استخدامات اضافيه، لكن انا بتكلم على القاعده الاساسيه. رابع حاجه عايز اعرفها عن الباست كونتينوس النفي والسؤال. اول حاجه ازاي انفي جمله باست كونتينوس؟ ناخد مثال He was watching a movie. They were watching a movie. هنا الجملة الأولى فيها was، الجملة الثانية فيها were. فلما أجي أنفي الجملة أجي بعد was أو were وأحط not، هتبقى الجملة He was not watching a movie. ولو عايز أختصرها He wasn't watching a movie. الجملة الثانية They were not watching a movie. وعايز أختصرها They weren't watching a movie. يبقى هنا النفي عن طريق إن أنا بعد was were أحط إيه؟ not. ده بالنسبه للنفي. بالنسبه للسؤال ناخد مثال عشان نعرف هنسال ازاي في الباست كونتينوس في الماضي المستمر. He was watching a movie. هو كان يشاهد فيلم. عايز اعمل سؤال بهل، هاخد was احطها في اول الجمله تبقى معنى هل was he watching a movie. وساعات كنا نسهلها للطلبه نقول لهم ايه اعملوا مقص. يعني ايه مقص؟ يعني الفاعل يجي مكان الفعل والفعل يجي مكان الفاعل، لان الجمله العاديه بيبقى الجمله فيها فاعل وبعدين فعل، لكن السؤال دايما الفعل يجي قبل الفاعل، فهتبقى ايه؟ Was he watching a movie؟ هل كان يشاهد فيلم؟ الجملة الثانية They were watching a movie. هم كانوا يشاهدون فيلم. عايز أعمل سؤال بهل، أخد where في أول الجملة. Were they watching a movie؟ هل كانوا يشاهدون فيلم؟ آخر مثال I was watching a movie. هنا بقى فيها اختلاف شوية. أنا بقول إيه؟ أنا كنت أشاهد فيلم. فلما حد بيسألني بيقول لي هل كنت أنت تشاهد فيلم؟ فلازم الآي تتحول ليو. فطالما الاي هتتحول ليو، اليو ما بتاخدش ووز، اليو بتاخد ايه؟ وير. عشان كده لما بتكون الجمله فيها اي ووز بنحولها لايه؟ وير يو. اي ووز واتشنج ا موفي، انا كنت اشاهد فيلم. يبقى السؤال هيبقى بايه؟ وير يو واتشنج ا موفي، هل كنت انت تشاهد فيلم؟ يبقى افتكر النقطه ديت مهمه جدا. اي ووز في السؤال بيتحول لايه؟ وير يو. طب لو عايز اسال بأداة استفهام، يعني وير اين؟ وين؟ متى؟ هاو؟ كيف؟ واي؟ لماذا؟ احنا عملنا ايه؟ جبنا وير في اول الجمله بمعنى هل. طيب لو عايز اسال بدل استفهام احط بقى اداه استفهام قبلها، هتبقى ايه؟ وير وير ذي واتشنج ا موفي، اين كانوا يشاهدون الفيلم. وير الاولانيه اين، لكن وير الثانيه كانوا. عايز اسال بوين، وين وير ذي واتشنج ا موفي، متى كانوا يشاهدون الفيلم. يبقى هنا لما اجي اعمل سؤال في الباست كونتينوس بجيب ووز او وير في اول الجمله اذا عايز اعمل سؤال بهل، اما اذا عايز اعمل سؤال بدل استفهام بعد ما اجيب ووز وير في اول الجمله احط قبلهم اداه الاستفهام اللي انا عايزها، سواء بقى وير واي وين، اي اداه استفهام. وبكده يبقى احنا خلصنا الباست كونتينوس، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. سي يو ليرا.